عندما أصبحت حاملاً قمت بجميع الإجراءات وجميع فحوصات ما قبل الولادة، لكن بعد الولادة أتى الطبيب وقال أن لدى طفلنا مشكلة صغيرة وأنه ولد بقدم ملتوية. ولد بتشوه في القدم، كانت ملتوية قليلاً إلى الداخل ولن يتمكن من السير بشكل طبيعي، سيضطر للمشي على أطراف قدمه. لاحظت التشوه الذي في القدمين، إحداهما كان قليلاً لكن في الأخرى كان يظهر كثيراً. لقد قلت يا رب، هل سيجبر ابني على استخدام العكاز أو الأدوات المعدنية لدعم قدمي؟ كنت أرى كوابيس مزعجة في كل ليلة، كنت أرى طفلي كأنه شاب وما زالت قدميه ملتوية للداخل. ثم قالت زوجتي إلى لا تقلق، لن نرى أي طبيب لأن إلهنا هو طبيب الأطباء. ودخل الرب حياتي من خلال برنامج الإيمان. وسمعت أن الدكتور سواريز سيأتي إلى مدينتنا ليقوم بخدمة كبيرة. وقلت الرب إلهي سيشفي ابني خلال خدمة الدكتور سواريز. كنت ما زلت منتفخة بعد الولادة، لكني قلت لا سأذهب، لن أنظر لأي صعوبة. ثم صليت يا رب استخدم الدكتور سواريز ليتكلم عن قدم ابني الصغير. تمت الخدمة التي تكلمت عنها كاميلا في شهر آب في مدينة ساو ماتيوس في ولاية سبيريتو سانتو في مكان قريب من مكان سكنها. وقال خلال الصلاة كل من لديه أي مشكلة فليضع يده عليها. فوضعت يدي على قدمه حالاً وعلى بطنه أيضاً. ثم قال الدكتور سواريز هكذا تماماً، طفل صغير خرج من بطن أمه بمشكلة معينة، سيشفيه الرب في هذه اللحظة. كخادم لكلمة الرب أنتهر الآن كل مرض موجود في حياة طفل خرج حديثاً من بطن أمه وولد بمشكلة معينة باسم الرب يسوع. فقلت أجل إنه ابني. قلت لا يمكن أن تكون أوضح من ذلك، أجل إنه ابني آرثر. فقلت في تلك اللحظة أنا أؤمن يا يسوع أنك شفيت ابني. حدث كل شيء فجأة. عندما انتهى من الصلاة صرخت زوجتي وبدأت تركض. يصنع الرب عجائب عظيمة في وسطنا. ما الذي حدث أختي؟ لقد شفى الرب قدم ابني، كانت ملتوية منذ ولادته. أحضروه للأعلى من فضلكم. المجد للرب، هاليلويا. إلهنا عظيم يا ناس. ما أعظمك يا رب، لقد شفى. اصعدوا إلى هنا، هذا ما يريد الرب أن يفعله هنا بيننا. لقد شفى الرب قدمه. شعرت بشيء رائع في تلك اللحظة. أخبريني ما حدث أختي. لقد شفى يسوع ابني في اللحظة التي صليت فيها. كيف كانت قدمه أختي؟ كانت ملتوية إلى الداخل، لكن الرب شفاها الآن. ما أجمل هذا يا ناس. المجد للرب، هللويا. أنا سعيدة جدا، لا أعرف كيف أشكرك. عليك أن تشكري الرب يسوع فقط. أشكرك. كم عمره أختي؟ سيكمل الشهرين تقريبا. ما اسمه؟ آرثر. آرثر، لقد نلت بركة عظيمة، هللويا. لاحظت قبل عدة أيام من ذلك اليوم أن هناك علامة صغيرة في قدمه الملتوية، لكن بدأت تختفي تدريجيا وأصبحت قدمه مستقيمة. ولاحظنا بعد فترة أن قدمه أصبحت طبيعية وتمددت لأن الأعصاب كانت قصيرة. عندما وصلت للمنزل كانت متحمسة، قالت أمي لقد شفي طفلي. أصبحت قدمه طبيعية ليتمجد اسم الرب ويركض ويلعب ويقفز بشكل طبيعي كأي طفل، أصبح طبيعيا. إنه يركض ويلعب ويفعل كل شيء كأي طفل طبيعي، ولديه طاقة كبيرة، من الرائع مشاهدته، إنه طفل مبارك. قدمي بخير، يسوع شفاني. أصبح عمره الآن 6 سنوات وبعد شفائه لم يعاني من أي مشكلة. بعد الشكر الكبير للرب، استجابت كاميلا لندائه بأن تصبح كفيلة للبرنامج الذي كانت تتابعه منذ عدة سنوات. لقد دعاني الرب وشعرت برغبة قوية في قلبي بأن أصبح كفيلة، فاشتركت في ذلك اليوم الذي شفي فيه ابني، لأني أردت أن يدخل الرب حياة كثيرين كما دخل حياتي. فبالنسبة لي الرب هو كل شيء وهو أساس حياتي. أريد أن أحبه أكثر فأكثر وأحترمه أكثر وأمجده في حياتي أكثر. الرب يسوع صالح.